علو الهمة الحقيقية أن الإنسان يتبع دين الله وشرع الله ويكون عبدا لله وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه. هذه خلاصة علو الهمة. علو الهمة أنك تكون عبد لله، فإذا أمرك تمتثل وإذا نهاك تجتنب، هذا هو هذا أعلى شيء في الهمة. وصاحبه لا يقاوم ولا يغالب، وما أراد يعطيه الله له. ولكن هذا الأمر لا يمكن ينال إلا بمكابدة، ما يمكن ينال علو الهمة إلا بالمكابدة. عالي الهمة من طبعه بذل ماله، من طبعه بذل وقته، من طبعه تغاضي عن زلات الآخرين، من طبعه معالجة المريض، من طبعه إطعامه للمسكين، من طبعه رعايته لليتيم. هذا عالي همة. لذلك تجد الناس في بيوتها ومع أولادها وفي أموالها تتمتع، وعالي الهمة لا ينام إلا قليل ولا يتريح، وماله ووقته وجاهه كله لله للمسلمين. هذا عالي الهمة. ولذلك إن أردنا أن نمثل تمثيل لعالي الهمة 100%، فأخير وصف لذلك سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وباختصار قال لنا ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.